كده، ما اقدرش. قولي انا دلوقتي يا رب، انا تعبت والله يا رب، انا تعبت. ايوه نعم، تعالي معايا. نعمل ايه؟ ابوسي يا بنتي، ابوسي ايدك يا بنتي. تعالي معايا، تعالي معايا. الله يا مدام، انا عاوز انام، عندي شغل الصبح. لو صوت المكس ده فرقع، لو صوت الشوك كده فرقع، لو صوت الضحك ده لعلع، يبقى مزيكي مظبوط. لو شفتني هاديه شويه فرحانه ومش في الدنيا، يبقى ابعد عني بسرعه علشان مش جوه المنيا. لو بتكلمني وما بردش، لو بتنادي وما سمعتش، لو بتضحكني وما ضحكتش، يبقى انا قد ما اطنش. لو بتكلمني ومحرم، لو صوتي بيدي المغرب، لو حسيت ماضي بره يبقى احلى على احسن عقل. لو مش بتحبيني ليه ما علمتيني؟ سبتيني اخدتك ودي اخرتها، مشيت انت وسبتيني. لو مش لسه ما نمتيش؟ ايه صوت الاغاني ده يا ماما؟ صوت الاغاني؟ ما فيش يا امنيه، ده بابا بس فرحان، هو وطنط ايه فرحان. ايوه على فكره يا ماما، مش هكلم طنط ايه بجد يا ماما تاني، انا مش هكلمها يا ماما، يا ماما مش هقدر اكلمها حتى بس في وشها. يا امنيه عشان خاطر حبيبتي قولي لي حاضر ونعم. طنط ايه خام قوي وجميله وطيبه وبتتكسف وبتحبك يا امنيه. تحبني وانا بكرهها يا ماما. طب نام يا امنيه وبكره نتكلموا تاني مع بعض حبيبتي. بس هي والله بنوته خام وجميله ورقيقه وبتتكسف والله كل حاجه حلوه فيها والله، دي اعتبريها زي ماما، اعتبريها شبهك. ماما عمري في حياتي ما اعتبرها شبه ماما، لا طبعا عمري ما اعتبرها شبهك يا ماما. دي مين اصلا؟ دي شغاله. طب ينفع ننام ونعدوا اليوم ده؟ عشان انا اليوم ده تعبني قوي وضغط عليا قوي بزياده، لو سمحتي تعالي ننام وخلاص. ماشي يلا، صباح الخير يا امنيه. صباح الخير. احمد عايز احكي لك على حاجه. عارف ندى جارتي؟ مش هي كان عندها شغاله اسمها ايه؟ جوزها بقى اتجوزها. عارف ليه اتجوزها؟ عشان هو نفسه يخلف، وانت عارف طبعا ان ندى مش بتخلف، فاتجوزها بقى عشان يعني يبقى عنده ابن من لحمه ودمه او بنت يعني. انا عايز افهم حاجه بس. لا هو انا سالتك؟ لا هو انا سالتك؟ لا. ما بتتكلمي لي ياما ليه؟ فين علبه السجاير بتاعت النهارده؟ جايبها علبه السجاير فين؟ اهي يا احمد انا جايبها لك والله من غير ما تتكلم، انا جايبها لك اهي. بقول لك انا عايزه اتكلم معاك يا احمد، ايه المشكله لما اجي اتكلم معاك؟ شاركنا في اي حاجه في البيت يا احمد. روح اعمل لي كوبايه قهوه يلا يا احمد. بعد اذنك انا عايزاك تشتغل يا احمد. يا احمد حتى لو ترجع في البيت بس ال 50 جنيه، انا مش عايزه منك فلوس كتير تجيبها لي. اشتغل يا احمد، انا عايزه جوزي يبقى بيشتغل حتى يدخل البيت. ايه انت ما بتفصليش ولا ايه؟ والله يا احمد انا بتكلم. انت كل ما بتشوفوني شغل شغل. ايه مالك؟ قلت لك 100 مره سلمني على ودني يا احمد. انا بقول لك يعني تدخل يعني تصرف على البيت تاني حتى لو بلومه يا احمد. ايه حرام. نعم يا غزل. انا عايزه اروح العب مع امنيه. حاضر. قهوه؟ حاضر، تعالي نعمل قهوه لبابا، بعد كده اروح عند امنيه. انا هاجي معاكي. ماشي يا احمد. حاضر. خلاص انت ما بتفهميش. في صوت، طب اخبط عليه. ايه الصوت اللي في المطبخ ده؟ هو مين في المطبخ؟
بعمل ايه يا مدام؟ بعمل شغل البيت يا مريم. ايه اللي سيبك ده؟ عملت الشغل. يا ايه ده الكلام اللي احنا اتفقنا عليه امبارح؟ يا مدام يا مدام بالله عليكي كفايه لحد كده، ربنا يخليك ربنا يستر. انت تعبتيني قوي ايه بجد، انا تعبت منكم. وانا تعبت والله يا مدام، كفايه لحد كده ربنا يخليكي. بصي بصي هي نفس هي نفس النومه، فانام هنا احسن. تنامي هنا ايه؟ عملتي انا ايه من عندنا كده؟ ما هو يا مدام بصي يا مدام، انا طول الليل نايمه في الارض، فبالنسبه لي نام في المطبخ احسن. انت كمان نمشي في الارض امبارح تاني الليل؟ ما انا ما اقدرش يا مدام اعمل غير كده، ما اقدرش ما اقدرش. يا رب يا رب انا تعبت والله يا رب، انا تعبت. ايوه نعم تعالي معايا. لا مدام ابوسي يا مدام، ابوسي ايدك انت، تعالي معايا تعالي معايا. يا مدام ماما. نعم يا غزة. أنا عايزة أقول لك على حاجة يا ماما. نعم. هو ليه يا ماما بابا بيزعق؟ يعني ليه يا ماما بابا مش بيتكلم معايا يا ماما؟ معلش يا غزة يا حبيبتي، أنا هقعد أتكلم معاكي يا غزة، مش أنا ماما حبيبتك؟ أيوة يا ماما، بس أنا عايزة أقول لك على حاجة. نعم. إشمعنى أصحابي لما كانوا يكونوا زعلانين بيلعبوا مع أبوهم يا ماما وبيهزروا معايا؟ وكمان يا ماما عم محمود بيهزر مع بنته أمنية، وكمان بيهزر معايا وبيهيص معايا، اشمعنى أنا بابا مش بيهيص معايا كده يا ماما؟ أصل بابا يا حبيبتي عنده مشكلة في الشغل، فعشان كده هو متضايق وزعلان. ماشي يا غزولة أنا معاكي، وبصي هعمل لك كل حاجة نفسك فيها، ماشي؟ ونلعب مع بعض وكل حاجة نفسك فيها هعملها لك. ماشي يا ماما. ماشي؟ أنا مش عارفة يعني لو كان بيشتغل ولا كان بيصرف علينا، كان عمل فينا إيه؟ مش عارفة والله العظيم مش عارفة. يا محمود انت نايم يا محمود، ده اللي احنا اتفقنا عليه محمود؟ ده اللي اتفقنا عليه؟ ده انا قلت لك البنت خام يا محمود، يعني تهزر معاه وتضحك وتشغله اغاني وترقصه. نايمها لي على الارض يا محمود امبارح؟ نايمها لي على الارض؟ انا ايه ما رايح الشغل يا ندى. رايح الشغل رايح فين؟ بتزعلي ليه فيها يا ندى؟ بقول لك يا محمود انت مش هتمشي من هنا يا محمود، لازم تبقى حامل الاول وبعد كده روح الشغل براحتك. عليا يا محمود حرام عليك يا محمود، انا تعبت معاك والله. مش عارف اعمل ايه يا مدام. عيب الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، عيب يا مدام. ما يصحش يا مدام كده والله يا مدام، ما يصحش كده. لا ما يصحش. انا مالكم ايه منكم غلط؟ لا يا مدام لا يا مدام، ما ينفعش. انتوا مش خبرتكم امبارح يا مدام؟ ما يصحش، عيب ان انا سمعت كلام حضرتك بس عشان ارضيك يا جماعه. مش عارف حاجه اكتر من كده. انتوا بتخليني اقول كلام صعب على اي ست بمطرحي ان هي تقوله. لو سمحتوا خدوا على بعض وهزروا واضحكوا وبصوا، انا هشغل لكم اغاني كمان يا مدام. بروح احضر لكم فطار يا مدام. انا استاذ محمود ما كنتش بقول صباح الخير يا مدام. ماشي يا محمود، روح حضر فطار يا محمود. ها ماشي، اقعدي ايه جنب جوزك. يلا حاضر حاضر اقعدي. يلا الاغاني اهي. انا اشهر من دولار و100 جنيه، احنا تمام والدنيا في السلامه تاني. يلا باصين ومركزين. ايوه انت كويس، ان انتوا اخباركم ايه؟ بدأ العار فانا دخلي ليه حسيتك. تعالي يا سلمى تعالي تعالي حبيبتي. طب ندى. نعم يا حبيبتي. هي فين أمنية؟ أمنية ادخلي لها جوه الأوضة، بس هي مش في أوضتها، هي في أوضتي أنا. ادخلي العبي معايا. ماشي. هيا ندى عملتي إيه؟ عملتي إيه يا سلمى؟ البت طلعت خام قوي. هي دي طلعت خام قوي، بتتكسف وملهاش في أي حاجة خالص. تخيلي كده امبارح قعدت اتحايل علشان تغير هدومها، غيرتها بالعافيه. الصبح لقيت كده في دوشه في المطبخ، دخلت لقيتها بتغسل المواعين، وقلت لها يا بنتي انت النهارده المفروض يعني ما بتغسليش حاجه، انا هحضر لكم الفطار وكل حاجه. قالت لي انا سمعت كلامك ونمت في الارض. قلت لها انا ما قلتلكيش نمي في الارض. ومحمود مكسوف جدا ومش عارف ايه اللي بيحصل، وبيقول لي حتى رايح الشغل. انا قلت له لا ما تروحش الشغل، خليك قاعد يا محمود عشان خاطري. انا مش عارفه انت عارفه بقى يا ندى، احمدي ربنا احمدي ربنا ان ادي بنت كويسه. عارفه لو كانت واحده غيرها كانت عطتك على دماغك يا ندى، وكانت بهدلتك، وكانت من اول يوم كرهتك في بيتك. هي بصراحه هي خام قوي والله، بنت جدعه وجميله. بس ماشي يا ندى، واحده واحده الدنيا هتمشي. بخ امنيه. ايه يا غصن؟ مالك يا امنيه؟ ماليش يا غصن.
صح. أمي أنا عايز أقولك على حاجة. قول. هو عمو محمود اتجوز ليه؟ تعرفي يا أمي أنا بابا عمره ما يتجوز خالص. طب يا أمي أنا عايز أقولك على حاجة يا أمي، بصح باباكي متجوز مامتك، طب هو ليه اتجوز تاني يا أمي؟ طب بصي بقى يا غزل، نعم. انت لو كلمتيني في الموضوع ده تاني انا مش هتكلمك ولا انا معاكي تاني يا غزل. خلاص يا امنية كنت بهزر معاكي بس يا انا محبش الهزار ده يا غزل. خلاص انا عاسف. متكلمنيش في الموضوع ده تاني. طب خلاص يا امنية انا عاسف. امنية تعالي بقى عشان نلعب ونصور تيك توك. لا النهارده مش ماليش مزاج العب ولا حتى اصور تيك توك، مش عايزه اعمل حاجه، انا بس عايزه انام. سيبيني. طب بصي يا امنية انا مش ماشي وهقعد معاكي ومش هتكلم خالص. يا براحتك بقى يا غزل، انا مش هقعد. طب حتى قولي لي مالك يا أمنية. بس بقى يا غزل سيبيني بقى، الموضوع صعب عليا. ايوه صعب عليهم هما كمان يا ندى، ما واحده واحده برضو، ما الامور مش بتمشي من اول كده على طول، لازم واحده واحده يا ندى. صح. وانت مالك متضايقه ليه؟ احمد جوزي يا ندى. ماله؟ لسه بتكلم معاه، بقول له يا احمد يعني بحكي له وبتكلم معاه، مش عايز اسمعك ما تتكلميش. هو انا سالتك؟ انا بتكلم معاه، نفسي حد يتكلم معايا يعني يشاركني في الموضوع اللي انا بتكلم فيه. لا مش قابل مني كده. انزل اشتغل يا احمد. يا احمد حتى لو ترجع البيت بس بخمسين جنيه انا مش زعلانه. اي شغلانه يا احمد. زعق في وشي وبهدلني، قال لي عايز كوبايه القهوه، فين السجاير بتاعتي؟ طب ليه طيب كل الكلام ده؟ انا زعلانه قوي، كنت بتمنى حياه جميله مع جوزي، يعني انا كنت اتمنى ان جوزي ده يشاركني في كل حاجه، يخاف عليا، يغير عليا، يشاركني في اي حاجه انا عايزاها، اقول له ان انا نازله يقول لي لا ما تنزليش لوحدك انا اوصلك، لكن لا لقيت عكس كده. هو احمد من ساعه ما اتجوزتيه هو كده؟ ايوه. المشكله ان احمد غرني بشكله، يعني انا قلت شكله حلو وجميل فاكيد طبعه هيبقى كده، بس طلع الموضوع عكس كده خالص يا ندى، طلع الشكل حاجه والطبع حاجه ثانيه. معلش يا حبيبتي انا عايزاكي تستحملي، خليكي جدع، خليكي وراه ان شاء الله هينزل يشتغل وهيتغير 180 درجه. يا رب يا رب يا ندى، والله بتكلم معاه بهدوء برده مفيش فايده. الحمد لله. سبحان الله، كل واحده فينا عندها حاجه صعبه في حياتها، بس عايزاكي تتعلمي مني انا. بصي بتعامل ازاي مع الموضوع اللي عندي بكل حكمه وبالراحه خالص، عايزاكي انت كمان تبقي شبهي. ماشي يا ندى، والله سايباها على ربنا بقى، وان شاء الله كل حاجه هتتحل ان شاء الله. ماشي يا سلام. محمود انت رايح فين يا محمود؟ رايح الشغل. ازاي يعني يا محمود؟ ده اللي اتفقنا عليه يا محمود برضو. طب بعد الزوجة يا جماعة، بس انا ماشية، ولما غزل تخلص لعب مع امنية خليها تجيلي. ماشي بعد يا سلام. بعد الزوجة يا جماعة. يا محمود يا محمود، ده اللي اتفقنا عليه. يا ندى عاوز ايه يا ندى؟ ينفع كده برضو؟ انا مش قلتلك يا محمود البنت خام يا محمود، وحاول تهزر معاه واتكلم معايا. بص يا ندى، انا سمحت كلامك وعملتلي كل اللي انت عاوزاه واتجوزتها، تمام كده؟ لا ما عملتش اللي انا عايزاه. عارفه يا ندى، انا ممكن اقعد معاك انت زي ما انت عاوزه، بس هي مش عاوزه اقعد معاها. امبارح اليوم دوت عدى كانه 100 سنه عليا. بعد اذنك سيبيني براحتي، انا مخنوق، سيبيني براحتي. عشان خاطري والنبي اعمل. طب انا رايح الشغل، ابص بص وارجع تاني، ينفع ولا لا؟ روحي محمود. سيبيني براحتي. روح. ماشي؟ ماشي. لما ادخل اتكلم مع ايه لازم ما تبقاش خام كده.